اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده ده اعتقد ان واخدين بعضينا ورايحين على الاكل الهيلسي الدايت اللي هو اكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء حتى في العيد يا أبو غازي. إيه المشكلة؟ النهارده تالت أيام العيد وأجازة العيد، تعالوا مع بعض نتسلى كده ونعمل حاجات لطيفة وبلاش لا فراخ ولا لحمة، وخلونا مع التونة وخلونا مع الرنجة حاجة لطيفة وجميلة. وعايز النهارده أحبب الأطفال الحلوين للأمانة في الرنجة. يعني الرنجة دي يمن إحنا عارفين قصتها وحكايتها، بس في أطفال عايزين نحببهم في الرنجة. فالرنجة ممكن لما ناكلها كريسبي مقلية، سكة الفيش فينجر أو التشيكن كريسبي، الحاجات الحلوة هنعملها مع بعض رنجة مخلية معايا كده، وأشوفها ليها إزاي وحمرها وتبقى كريسبي، واخدة توم باودر وبصل باودر وفليفر سبايسي أو غير سبايسي حسب رغبة ولادك. معانا كمان حبتين رنجة هنعملهم بالبرتقال. اعمل الرنجه بالبرتقال ازاي؟ بطعمها طعم البرتقال، والبرتقال يخش في الانسجه بتاعه الرنجه ويقلل الملوحه منها، اكيد في خبره طهويه هنا. معانا بروكلي النهارده هنعمله شوربه، شوربه البروكلي بالجبنه. انا شخصيا بحبها كده، واشوف الجبنه انسيابيه كده مع البروكلي حاجه لطيفه وجميله بدون اي ماده دهنيه. معانا تونه لطيفه النهارده، يعني اوميجا 3، مصدر غني جدا لاوميجا 3، هعملها مع الخضار سلطه. انا شخصيا بحبها، ويا سلام لما تاخد قرن فلفل حار سبايسي كده ولطيفه مع عصره ليمون وزيت زيتون، التونه هنا هتتكلم مصري. انا هبدا دلوقتي مع شوربه البروكلي. مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله، لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. بروكلي، جبنه حسب الرغبه، موزاريلا شيدر مش عايزه جبنه انت حره، معانا بصل، معانا ثوم، معلتين زيت زيتون او معلقه زبده او سمنه حسب الرغبه، ولكن يفضل معلقه زيت زيتون. تعالوا نعمل الشوربه الحلوه دي مع بعض كده سريعا، نحطها على النار وننساها شويه. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه معلقه زيت زيتون. خلينا نقلل الدهون بقى بدايه من النهارده، عيدنا العيد والعيد وكل سنه وانتم طيبين، وكحك العيد لسه مازال عندنا في المطبخ ومازال في البيت. ونصيحه مني، يعني نقلل من كحك العيد، لان كحك العيد عشان يبقى حلو للامانه بدون مجامله يعني سمنه بلدي. واحنا بقى يعني دلوقتي الدنيا مش قصه صحه ولا حاجه، يعني عايزين برضو نهتم بصحتنا شويه، واصبح في دلوقتي الهيلثي فود والاكل الصحي والدايت والحاجات اللي كانتش موجوده زمان. يعني كان زمان اللي يسافر من الريف المصري او الصعيد المصري، والله العظيم وده حصل معايا بالفعل، الله يرحمها امي كانت تعمل لي صفيحه قراقيش بالسمنه البلدي، تقعد عندي شهر شهرين وانا متغرب، اكل منها كل يوم مع كوبايه الشاي، الكلام ده كان بيحصل بالفعل. وكان ليا اصدقاء تلاقيهم معاهم صفيحه فيها كحك بتاع العيد يقعد 3 شهور، واذا الكحك خلص قبل ال3 شهور معناته ان احنا يعني بخر السنه ديت، يقول لك يعني والله عملنا الكحك ما كفناش 3 شهور. فالموضوع ده خلاص دلوقتي بقت يعني ايه، خلونا كده في القليل كده 2 كيلو 3 كيلو وتبقى الحياه زي الفل. هنحط بصلايه وتومه على النار مع البروكلي بتاعنا. ما تستنيش على البصله والتومه لما يتحمروا، مش عايزهم يتحمروا، بس يتشوحوا كده بزيت الزيتون. اخد البروكلي بتاعي. في هنا معلومه غير معلومه عايز اشرحها لحضراتكم. البروكلي من الخضروات اللي هي عزيزه شويه كده، تلاقيها حساسه شويه. يعني اذا احنا ما حطيناهاش في ميه مغليه فيها ملح تلاقي البروكلي ده اسود، وبصراحه لما بيسود بيبقى شكله وحش جدا. انا شخصيا ما احبوش وهو لونه اسود، احبه وهو لونه اخضر. شايفين الخضار بتاع البروكلي ده؟ ازيك يا استاذ فاروق، كل سنه وانت طيب. البروكلي ده انا عايز يبقى لونه اخضر اكتر ما هو كده. ازاي؟ هو ده الكلام، ده المهم. انا عندي البصلايه اتحمرت، وعندي كمان التومه اتحمرت، بنزل بشويه زعتر حلوين، وما زال البروكلي في ايدي. احمر الزعتر كده مع البصله ياخد لون، وشويه الفلفله الحلوين دي، البابريكا اللي انا بحبها، يعني انا بحبها، تلاحظ ان انا بستخدمها دايما. هي بص وجودها زي عدم وجودها، بس هي بتدي فليفر وطعم مع التوابل. مش في دايما يقول لك بطل الفيلم بيبقى له واحد كده يعني ايه، ظل البطل او السنيد بتاع البطل او اللي هو دايما خيال البطل في الفيلم او المسلسل على طول كده مثلا. البابريكا ديت هي كده مع التوابل للامانه، تلاقي تكمله التوابل بتعلي من الجوده بتاعتها، بتعلي من الفليفر بتاعها. انا بخش في معاني الموضوع. هنا البصله جاهزه، بنزل بالميه المغليه اهي. شوربه، شوربه اهي، اللهم صل على النبي. خاليه من الدهون، خاليه من اي زيوت غير معلقه زيت زيتون. حلو الكلام؟ تمام زي الفل. حط شويه الملح بتوعي وانا شغال كده، والبروكلي في ايدي.
كده الملح تمام زي الفل. خلصت الشوربه والله العظيم اسهل من عمل كوبايه الشاي. الميه بتغلى على النار، شوف بقى الشوربه هتتعمل ازاي. هاخد البروكلي ده كده واسقطه في الشوربه. شوف الخضار بتاع البروكلي، حذاري تنزلي بالبروكلي ده في ميه لسه ما مش بتغلي او ميه مش سخنه، درجه حرارتها عاليه عشان تاخد الخضار بتاعه والجمال بتاعه. هتلاقي البروكلي دلوقتي خضر مع ان الشوربه لونها مد على حمار بسبب البابريكا، عاملاها بشوربه فراخ، عاملاها بشوربه لحمه، هتلاقي البروكلي برده اخضر. اهم حاجه تحط الملح وتظبط الميه تكون بتغلي، تنزلي بالبروكلي في قلبيها. تعملي البروكلي ده مع خضار سوتيه، عايزه يبقى لونه اخضر حلو كده، مع شويه ستيك مشويين، فراخ مشويه، شويه بيكاتا، وعايزه بروكلي مع جزر، خضار السوتيه عايزه يبقى لونه اخضر، لازم تحطيه في ميه مغليه بشويه ملح. هي دي المعلومه. اذا المعلومه بتقول ايه بالترتيب؟ اضافه الملح للماء المغلي اثناء طهي البروكلي يساعد على النضاره والخضار. معلومه اهي اخواننا في السوشيال ميديا حبايبي، اضافه الملح للماء المغلي اثناء طهي البروكلي يساعد على نضاره وخضاره لون البروكلي زي ما احنا شايفينه كده معايا فرسان التلفزيون المصري اللي بعيد عليهم. كل سنه وانتم طيبين. شايفين لون البروكلي؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ بقى لونه اخضر اكتر من الاول. الصوره هي اللي بتقول مش انا اللي بقول. حلو الكلام. اسيب البروكلي زي ما هو كده وانا خلصت منه، نخش على اللي بعده. مش هغطيه للامانه، خليه زي ما هو كده. حلو. غرفت الشوربه، حطيت شويه جبنه، واحط شويه كمان على الوش كده، والجبنه دي اختياري. وخلي بالك لما تحطي رنج جبنه على الشوربه ارفعي ايدك من الملح، خلي الملح قليل لان كده الجبنه فيها موالح، فالملح لازم يكون هنا قليل.